البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم بغيت ندير نبارطاج معكم واحد الماسك اللي كنت ديجا درتو ويعني بالطلب ديالكم باش قلت نعاود ندير لكم هذا الماسك هذا اللي هو زوين بزاف بزاف بزاف. هو البيض ديال البيض. كيفاش كنديروا الوجه ديالنا؟ اول حاجه غادي نتكلم لكم على الفوائد ديال البيض ديال البيض بالنسبه للوجه. شنو الفوائد ديالو؟ شنو يعني شنو علاش خصك دير داك الماسك بالنسبه لاي وجه خص يدير هذا الماسك؟ بالنسبه اول حاجه واللي مهمه بزاف وبزاف ديال البنات كيسولوني عليها هو المسامات اللي كتكون واسعه عندنا. البيض ديال البيض كيعاونها باش كيحاول يجمعها، يعني غير البيض ديال البيض بهذا الماسك هذا كيحاول يسد دوك المسامات الواسعين. واكثريه بالنسبه للبشره الدهنيه اللي كتكون عندها بشره سم دهنيه تيكون عندهم مسامات واسعين بزاف، دونك البيض ديال البيض تيحاول يصغرها وهكا باش الوجه ما يبقاش دهني. ثاني حاجه بالنسبه للتجاعيد اللي تيكون عندنا في الوجه ولا شد البشره ديالنا، واكثريه اللي تيكون عندهم هنا داك الخطوط الرقيقه، يعني البيض ديال البيض كيحاول يخلي البشره مجبده ما يخليلهاش داك التجاعيد المبكر يجي. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه للبروتين اللي فيه تيخلي لنا البشره ديالنا واحد تيخليها رطبه بزاف، يعني من اول مره غادي ديرو غتغسلي الوجه ديالك غادي تحسي بالوجه ديالك رطب 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 بزاف، تعطيه واحد النعومه بزاف. وكذلك حتى بالنسبه للرؤوس السوداء راني كنت ديجا وريت لكم الرؤوس السوداء كيفاش كنديروا نحيدوهم بالبيض ديال البيض، يعني كنحتاجو في بزاف ديال الحوايج ديال الماسكات التجميليه وهذا هو من احسن الماسكات اللي كنديروا به بالبيض ديال البيض. يعني هذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم، تابع معايا الطريقه. اول حاجه في الوصفه كنحتاجو البيضه بيان سور سوا بيض بلدي ولا البيض كيف ما كان عندك، يعني ماشي مشكل. كنحاول نفرقها ما بين البيض والصفر، يعني حنا نحتاجو هاد المره غير البيض ديال البيض. فرشيطه ولا باش ما بغيتي، يعني انا كنضربو بهادي وغادي نبدا نطلع البيض ديال البيض حتى يولي لي بحال الثلج ونضيف له شويه ديال السكر وانا كنطرب على هاد الطريقه هادي غير معلقه ديال السكر ما طلع ليا. غادي نشوف واش الا قلبتها ما غاديش يطيح، دونك بحال اللي كنديروا في الكاطو بحال هذاك الشكل. شوفوا البشره ديالي نقيه غاسلها مزيان بيان سور باي صابون كتستعملوا. من بعد شنو درت فاش غسلت وجهي؟ غسلت وجهي بماء دافي شويه يكون يعني ما يكونش بارد بزاف هكا باش لي بور بحال فاش غادي ديري لي بوان نوار باش هكا لي بور كاملين يتحلوا ليا باش ندير هذا الماسك يدخل ليا المسامات وينظفهم مزيان سيرتو بالنسبه للبشره الدهنيه وبالنسبه اللي عندها المسامات محلولين هكا باش يحاول يجمع البشره مزيان. دابا واخا غسلته غادي نولي نزيد في قطن شويه ديال الماء دافي وغادي نمسح وجهي هو الاول باش امو هذوك المسامات يتحلوا ليا هكذا. من بعد عاد باش نوضع الماسك. دونك الماسك هو هذا انتما كتشوفوا البيض ديال البيض تيبقى كيخصو يكون على هذا الشكل هكا يكون فريمون شاد مزيان. من بعد كتاخدي اي بانسو عندك ولا تابليكي بيدك ولا باش ما بغيتي ونبدا نحطو على الوجه ديالي. درت 15 دقيقه حاولت ما نهضرش تكيت واحد شويه سيتي المومون باش نغوبوزي شي شويه. دونك هكا باش كيعطي لي في ديالو الماسك. انا فاش كديري الماسك وكتنوضي كتقدري الشغل وكتنوضي كديري بحال اللي ما كتعطيش، يعني بحال اللي كتخوي الماء في الرمله فوالا. دونك الا عندكم دي كوب ديال لاغلاس ديال هذيك لاغلاس ديال الماورد كتكوني كتصغبيهم الا عندك غادي دوزيهم موراهم، ما عندكش كديري الماورد في القطن ولا عندك هكا. انا كنجي بريفير هاد الفشفاشات هادو كيعجبني نديرهم على الوجه ديالي على هاد الطريقه هادي. من بعد عاد كنخليهم شويه وكنبدا كندوز عليهم بالقطن هكا باش لي بور كيبقاو يتسدوا لي حيت ماورد زوين بزاف بالنسبه للمسامات كيحاول يسدهم وحتى بالنسبه للوجه، يعني واخا ما تكونش عندك المسامات مزيان سيرتو كنقولها بالنسبه للبنات اللي كيوافقهم ماورد. الا ما كانش كيوافقك ماورد ما ديريش الماورد. دونك احبيباتي كنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم، وكان عجبتكم نزيد با ديروا لايك لايك لايك، اذا ما زيد با ابوني نزيد با تابونوا في ماشين و بسلام عليكم على البروشان فيديو.